بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، التواصل ما شاء الله جاري هنا مع هذه الانطلاقات. التواصل جميل في شوط تلو شوط ما شاء الله في هذه الانطلاقات الجميلة، في هذه الإبداعات مع هذه الشعارات. ولكن ما شاء الله يعني بداية موسم خير، الجماعة وراهم بيرق، وراهم منواميس، وراهم إنجازات. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق. والله الاستعدادات يعني جميلة حقيقة في بداية هذا الموسم. نهني ونذكر صاحب التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح الجميل، مسري بن عبد الله بن ياعد الحميري مالك مياس. ما شاء الله 4 دقائق 26 ثانية حدث ما شاء الله في هذا التاريخ الجميل، في هذا التاريخ المميز 11 أغسطس 2018. ما شاء الله سوف يشهد هذا التاريخ ما شاء الله بهذا الإنجاز. وفي رصيده يا جماعة، في رصيد السيارة في العام الماضي مياس أبو عقال أبوه، والكثير والكثير أمهاته أيضا لهن صولات وجالات في هذا العالم. بينما المركز الأول هناك، الله يا الغنامي، الله يا الغنامي، قال الركب يبغي له طليعة سبوق والطاقة ورتشعة. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك التوفيق. مطر بن علي بن يمعة الغنامي النقل على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني هناك شفا عبد الله بن علي بن واس، انتقل ثالث المراكز هناك اللي هي عالية ظافر بن حمد بن مصر بن جمهور الاحبابي، المركز الرابع الكبسولة محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي، بينما اللي في المركز الخامس حفلة 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 يا سلام عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان. 21 اسم اللي 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 حضرن المذكورات 5 و16. وينهن ال16؟ قربن شوي، قربن من عالم النداء. 1500 متر اللي قطعناها هذه المسافة ما شاء الله بغمضة عين. ولكن ند الشبا مع الشاعر المميز علي بن يمعة الغنامي، النقلة هنا على شفا عبد الله بن علي بن واس، بينما اللي في المركز الثالث عالي ظافر بن حمد بن مصلح العبابي، المركز الرابع منتصر الكبسولة لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي، وحفل عبد الله بن حميد بن حميدان خامسا. هكذا هي النتيجة. الله، الشوط حامي، الشوط بدأ يشكل خطورة. ها هي النتيجة أيها الإخوة، ها هي النتيجة مستمعين الأعزاء، ها هي النتيجة حضورنا الكريم المميز ما شاء الله في هذا الانطلاق اللامع، في هذا الانطلاق المميز. ولكن شفا اللي سيطرت على المركز الأول، شفا اللي عبد الله بن علي بن واس، المركز الثاني هناك عالي ظافر بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، المركز الثالث كبسولة للسيد كبسولة عود ملكيته محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. العاصمة وصلت، وصل المقعودي مع العاصمة سعيد بن عتيج بن سعيد المقعودي الفلاسي. ها هي النتيجة. الله يا الهاترك مع هذا الشعار، هناك طوابع تأتي أم الذهب، والعاصمة تواصل المسيرة الإنجاز تلو إنجاز. سلامي عليك المقعودي، سلامي عليك من ميدان الطي إلى ميدان الهباب، إلى ميدان الإحباب، ميدان النواميس، ميدان الجماهير. دائما ما شاء الله 200 المتر الأخيرة هاللي تفصلنا عن خط النهاية. تحية واحترام لمالكة لجماهير هذا الشعار، تهانينا والناموس محمد بن عتيج المقعودي ما شاء الله على هذا الاندفاع وعلى هذه السيطرة الجميلة هنا على أرضية هذا الميدان. أي لحظة وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز لهم. شكرا يا المقعود. المركز الثاني هناك شعار محمد بن حمد مصلح الحبابي، المركز الثالث عبد الله بن علي بن واصل، المركز الرابع لمحسن بن علي بن سعيد العويسي، المركز الخامس هناك شروق علي بن سيف الكعبي. 4 دقائق التوقيت الزمني 34 ثانية 88 جزم الثاني. تهانينا والناموس.